ابتدينا مع بعض في الحلقة اللي فاتت مغامرة جديدة، اتعرفنا فيها على الدكتور عصمت سيف الدولة. كانت تقدمة بسيطة قصيرة جدا، أقل من مقام هذا الرجل العظيم الله يرحمه. وقلنا ان احنا هنقرأ مع بعض مذكرات قرية ومشايخ جبل البداري، بعض المقتطفات من الكتابين الرائعين اللي ألفهم من دكتور عصمت سيف الدولة الله يرحمه، بيحكي فيها ذكريات قريته الهمامية في أسيوط التي خرج منها. مش هطير عليكم، تعالوا نشوف دكتور عصمت سيف الدولة في مذكرات قرية. قسم الكتاب إلى ثلاث أجزاء: القرية والناس وعودة الهارب. المرة اللي فاتت قرينا مقطع صغير من القرية بس عشان أقرب لكم الموضوع. الحلقة دي والحلقة القادمة هنقرأ وصف القرية زي ما وصفها الدكتور عصمت سيف الدولة، سواء من التاريخ، الذكريات التاريخية، الكتب التاريخية، أو سواء من مشاهداته وهو طفل فيها، عشان نفهم الأحداث اللي بتدور بعد كده، نفهم نفسية الناس اتربت إزاي في هذه المنطقة. بياخد جزء من الخطط التوفيقية لعلي باشا مبارك، وتحت حرف القاف قرية قاو، وبيذكر الأحداث القريبة من هذه المنطقة. بيقول في قرية اسمها العقال. العقال قرية بجوار الجبل الشرقي بقسم بوتيج من مديرية أسيوط، كنا بنقولها بوتيج لما كنا في الصعيد زمان، في جنوب البداري وفي شمال رايينة أبي أحمد. فيها مساجد عامرة ونخيل وأشجار، وأبنيتها من أحسن الأبنية، من أحسن أبنية الأرياف لخصوبة أرضها وجودة محصولها ويسار أهلها. وتمر بقربها ترعة قاو التي فمها من بحري، بحري يعني الشمال، من بحري قاو تقطع جسر العقال بقنطرة في غربها حتى تصب في حوض البداري. وللناحية جملة كفور متفرقة، منها كفر على شاطئ البحر، البحر هنا اللي هو النيل يقال له كفر العقال، وكفر يقال له كفر علام، فيه بيت عمدتها المرحوم عبد العال العقالي على شاطئ البحر اللي هو النيل، وكان صاحب ثروة وزراعة كثيرة، وقد أحسن إليه الخديوي، بنتكلم هنا عن الخديوي إسماعيل، برتبة قائم قام بعد واقعة قاو، لما جمع أهل بلده ومنعهم من العصيان مع من عصى، بل قام بهم مع العساكر على العصاة فحظي بالقبول. وبسبب تلك الواقعة رجل من الصعيد الأعلى يزعم أنه شريف جعفري ويسمى باسم أحمد الطيب، وإنما هو الشقي. ده كلام علي باشا مبارك، وهنشوف الظلم بقى. كان يتردد على هذه الجهة والأهالي تعتقده، واجتمع عليه كثير من الناس وأعطوه العهود على أنفسهم بالطاعة، فكانت طاعتهم معصية وصلاحهم فسادة ونصرهم للدين إذلالة. ليه بقى؟ شيخ أحمد الطيب جه استقر في هذه المنطقة والناس بتاخد رأيه وتستشير به، وذلك أنه أتت إليه ذات يوم أمة مسلمة جارية مملوكة لبعض نصارى قاو، تشكو إليه سيدها يريد وطأها وهي ممتنعة منه، فأحضر النصراني وخيره بين بيعها وعتقها منعا للحرمة، فامتنع النصراني وأصر على تملكها، فلم يحسن الشيخ التدبير وأخذها جبرا من النصراني وآذاه وهم بسلب أمواله، فرفع النصراني الشكوى للحكومة، فطلب حاكم الجهة الجارية من الشيخ فامتنع عن تسليمها، فتوجه إليه ناظر القسم فلم يعبأ به وازداد في أذى النصارى وأظهر عدم المبالاة بالحكومة، واجتمع عليه كثير من أهل بلاد الشرق، فجاء مدير جرجة وأسيوط ورفاع أغا صنقق الأربعمائة ومعهم بعض عساكر وعرب، فرفعوا السلاح ورفعوا رايات الحرب، وجعل من جماعته سر عسكر وضباطا كترتيب الجهادية، اللي هو بقى شيخ أحمد الطيب عمل
جيش يحارب بيه اللي جاي له من الحكومة. وأغراهم الحمق والسفه إغراء كثيرا، فتعين عليهم الأمير شاهين باشا بشرذمة قليلة من العسكر ومعهم بعض مدافع، وبوصلهم هناك ضربوهم بمدفع مزقهم كل ممزق، وقتل الشيخ وكثير من جماعته شر قتله، ونفي كثير منهم إلى البحر الأبيض. يا سلام على النفي بتاع زمان، يعني مفهوم اسكندرية. وخربت قاو والريينة والشيخ جابر والنطرة، وتفرقت نساؤهم وذراريهم في البلاد، وسلبت أموالهم، ومات كثير منهم في الجبال. ثم أدركتهم المراحم الخديوية، فعفى عمن بقي منهم، فرجعوا إلى أوطانهم، ورد إليهم ما بقى من أموالهم. وذكرنا من ذلك طرفا في الكلام على قرية قاو. ده كل ده كلام علي باشا مبارك، إنه كان اتكلم قبل كده عن قرية قاو زي ما قلت لكم، وأنا بس اختصرت هذا الجزء عشان ما اطيلش عليكم. تلك القرية النطرة نسبة إلى قبيلة عرب مطير. المطيرية في جزيرة العرب بقت النطرة هنا كما يزعم أهلها، أو الشيخ جابر، ده الاسم الثاني لنفس القرية، نسبة إلى مقام لولي الله الصحابي جابر بن عبد العزيز الذي اعتكف فيها حتى توفي ودفن في مقامه كما يزعم أحفاده الأشراف من سكانها. أفكركم في الحلقة الأولى قلنا الشريف فلان إمام الجامع عشان من أحفاد الشيخ جابر. يبقى القرية دي اسمها النطرة أو الشيخ جابر أو الهمامية، نسبة إلى همام بيك عميد عائلة إقطاعية من قرية ساحل سليم كما أسمتها الحكومة في أواخر القرن الماضي. هنا بيتكلم على القرن التسعتاشر، القرن الماضي، قبل أن يوجد كل أولئك وأجدادهم، يوم أن كانت أمواج البحر الأبيض المتوسط ترتطم بموقع من مصر يسمى الآن القاهرة. بيتكلم بقى في التاريخ القديم قوي اللي هو 4000 سنة قبل الميلاد، ولم تكن الدلتا قد ولدت بعد. كانت القرية دي اسمها كذا، الهمامية أو قاو أو النطرة، وكان البحر بيوصل زمان. كانت القرية قائمة على أحد المدرجات التي نحتها النيل في حجر الجبل الشرقي متتابعة الهبوط إلى الوادي، تبعا لنحر النيل مجراه على مدى عشرات من القرون هابطا إلى حيث مجراه. النيل كان عالي وبينحر في الجبل، كل ما النيل يوطى شوية الأهل ينزلوا يسكنوا على الأرض اللي النيل هجرها. كانت حينئذ مركزا لأقدم حضارات الإنسان على الإطلاق، 4000 سنة قبل الميلاد، قبل ما يبقى ليها أي اسم من الأسماء اللي قلناها. ظلت مجهولة حتى اكتشفها برينتون في عام 1928 ونسبها إلى البداري، العاصمة الإدارية التي تتبعها الهمامية حين اكتشفها، مع أن البداري تبعد عن الجبل الشرقي بنحو 10 كيلومترات. تاني، الهمامية هي القرية اللي خرج منها دكتورنا الدكتور عصام صيف الدولة. إن أردت أن تزور فهناك أعلى القبور تقتفي خطى الخواجات الذين يترددون عليها زائرين، على ما تختار من سلالم عدة منحوتة في صخر الجبل صاعدة من حافة الوادي نحو 100 متر، تنتهي إلى فتحات أبواب مستقيمة الأضلاع متوسطة الارتفاع، مغارات منحوتة في الجبل تؤدي من خلال طرقات حجرية مصقولة إلى حجرات مرصوصة فيها منازل ستعجب كيف يغمرها الضوء حتى الأعماق. والضوء كاف لتتأمل ما على الجدر الملساء من صور ورسوم. ستلاحظ أن سكانها كانوا قصار القامة دقيق الملامح غير ملتحين، يرسلون شعر رؤوسهم الأسود المتموج على أكتافهم، بينما لا يزيد طول شعر الأنثى عن شبر مطفور في غدائر عدة. يعني كان شعر الرجالة أطول من شعر الستات، كان بيقص شعر الستات. وقد تعلم من أهل العلم الستات بقى أنهن كن يكتحلن بمسحوق الأردواز الأسود،
ويصبغن شفاههن باللون الأحمر، فإن لفتتك كثافة الرسوم على الجدر المصقولة فلا تعجب، أنها تعبير عن إعجاب الإنسان بما أبدع قبل أن يبدع أي إنسان منذ الخليقة إلى أن سكن حيث تقف وتتأمل. المغارات اللي في أعلى الجبل الشرقي في هذه المنطقة فيها إنسان، آثار إنسان ما قبل التاريخ من العصر الحجري. صدق أو لا تصدق، اخترع الإنسان في العصر الحجري البليوسيني الكتابة إبداعا ذاتيا عبقريا بدون مؤثر خارجي قبل أن يهتدي إليها سكان سومر في العراق بقرون طويلة. طبعا هذا التاريخ الجبار أنا ما عنديش عنه أي فكرة، ده كلام الدكتور عصمت سيف الدولة، وأنا لا أشك في قدرة وأمانة الدكتور عصمت في البحث، يعني ما هواش متحيز للقرية بتاعته، هو بيحكي حقائق. وباختراع الكتابة ولد التاريخ، فكأنك في وقفتك تلك اسمع الجملة دي، فكأنك في وقفتك تلك قابلة التاريخ أو قابلته وهو وليد. قابلة التاريخ يعني الداية، أنت بتولد التاريخ، أنت واقف قصاد التاريخ وهو نازل قصادك، أو قابلته وهو وليد، أو قابلته وهو بيتولد. لعبة بالألفاظ بس جميل. فإن التمست مخلفات آباء التاريخ الغابرين سدكدها جوه المغارات دي بقى في إيه؟ قللا وأقساطا وأزيارا وأواني من الفخار لا تزيد إلا بقايا عظام حيوانات صغيرة كالغزلان والقطط لا تزال باقية في أغوار المقابر التي أفرغها المستكشفون من بقايا سكانها. قبل أن تفارق الهمامية لن يفارقك تاريخها العتيق. ده بقى سبب القصة اللي كان بيحكيها دي. فلا تزال القرية تحمل في الفؤوس وفوق الرؤوس وبعض الطقوس بصمات تاريخها. ما زال أهل القرية بيستخدموا نفس الأواني الفخارية والفاس اللي كان بيستخدمه إنسان ما قبل 4000 سنة من الميلاد. كما لا تزال تصنع أوعيتها من طينها وتحيله فخارا على نار وقودها، لم تضف إلا أشكالا إلى ما شكل الأولون، فمنها الزير الكبير، ومنها القسط الصغير، ومنها البرمة ذات الحجم المستدير غالبا اللي بنقول عليها احنا برام، ومنها اللواحيق مفردها الحوقي على ما أتذكر، صحاف القرية وصحنها، ومنها البلاليس جرار تحمل فيها المياه اللي مفردها بلاص تحمل فيها المياه من الآبار وترع الأنهار، وخزائن لبن معتق بخميرة الحلبة ومسحوق الشطة والملح الكثير نفاذ الرائحة لزج البنية يسمونه إيه؟ المش. يسبح فيه مين؟ دود أبيض صغير يقولون أنه منه فيه فلا يبالون. كانت كده مقولة زي المش دوده منه فيه. تلك القرية بادت دكت دكا وأصبحت يوم الغارة كوما من التراب، وعلى أنقاضها جرت مذبحة من أبيد فريا على الخوازيق من أهل القرية المتمردة، وهرب من لم يبد. الظلم بقى بتاع خديو إسماعيل على أهل القرية اللي تمردوا عليه. تعالوا نكمل. أدركت المراحم الخديوية أهل القرى بشرط كفالة استقرارهم على الخضوع، فكفل عثمان بيك الأحدب من بني سالم قاول كبيرة فأسموها العثمانية، واتخذها إقطاعية، وما زال يسخر العائدين إليها من أهلها في تنمية أسباب الثراء حتى اتسعت طولا وعرضا وغربا ناحية النيل، ثم توزع فائض سكانها نجوعا تحيط بالقرية الكبيرة على بعد قليل منها. وكفل حليف السلطة القائم قام عبد العالي العقالي عمدة العقال الذي تولى جيشه الخاص زي ما شرحنا قبل كده بعد أن توقف القتال نهب القرى الثلاث السائرة، يعني بس كمان مش جيشه الخاص ساعد الحكومة بس، ده بعد ما الحرب وقفت انزل بقى وانهب القرى الثلاث. تولى عبودية العائدين إلى الريينة ف
فاقتطعها لنفسه وأهله وبنى قريته وأسماها العقال القبلي، بحري يعني شمال وقبلي يعني جنوب. فامتد الرخاء والثراء إليها من قرية مدخمة في الأصل ثراء ورخاء، وكفل من يدعى همام بيك العائدين إلى الشيخ جابر والنطرة، فأصبح الكفران قرية واحدة اسمها نزلة همام بيك ثم الهمامية، القرية اللي طالع منها دكتور عصمت سيف الدولة. ولم يكن همام بيك في حاجة إلى مزيد من الأرض، كفل أهل الهمامية وجاهة ليكون من الكافلين، إذ هو الجد الأكبر لعائلة إقطاعية تسمى السلينية، موطنها قرية ساحل سليم شمالي القرية بنحو 30 كيلومتر. كانت تملك جيشا من الرقيق الأسود المستجلب من جنوب الوادي، تفرض به سلطتها وتستكثر أفرادها ممن ملكت أيمانها من نسائهم، فغلبت عليهم الدماء الحارة وأصبحوا سودا كالزنوج أو أقل سوادة. أما الذين احتفظت لهم جينات الوراثة بلون أجدادهم من الترك فيحملون أنوف وشفاه الآخرين. هقف نقطة هنا عشان من ساعة ما دخلنا كلية طب قصر العيني وسمعت الجملة دي، انه الجنس المصري ليس جنسا نقيا، ما حدش يكلمني دلوقتي في نقاء الجنس المصري. ميزة في مصر نتيه بها على العالم كله ان هذا البلد كان بوتقة، كل اللي عدى استقر وانصهر، ما احناش مجتمع مغلق ولا عمرنا كنا مجتمع مغلق. مصر بتستوعب وبتضم، ونفخر باننا بلد عالمية فيها من كل العالم، ما نزعلش من ده، نفخر به. لم يقم همام بيك في القرية أو قريبا منها، وإن بقيت أطماع السيادة كامنة في ذريته إلى أن يعود منهم إلى القرية من يحرس فقرها إلى حين. يرجع يحكم القرية ويحكم فقرها، إنما ما يساعدهاش. بعد قرن من ذلك الحدث لا يزال أهل القرى يستعملون فيما بينهم من حديث أسماء قراهم البائدة، ولا يزال الهمامية اسمان الشيخ جابر والنطرة سيان، ولا يزالون يطلقون على مجرى اسم الغارة، غارة عدوانية شنها جيش مشترك من قسم بوتيك بقيادة ناظره، وقوة مديرية جرجا وأسيوط، وقوة صنقك الـ400 بقيادة رفاعة أغا. انهزم في مواقع كثيرة، فجاءهم مدد من العاصمة جيش بمدافعه، انضم إليه المرتزقة من أهالي العقال بقيادة عمدتها عبد العالي العقالي زي ما قلنا، وتولى القيادة العامة الأمير فاضل باشا، ده اللي هم بيقولوه، وليس الأمير شاهين باشا كما ذكر علي باشا مبارك. هنا انتقلنا من قصة علي باشا مبارك إلى القصص اللي بيتناقلها أهل الهمامية. ذكريات أهل القرى الموثقة في أغاني الدعوة إلى الثأر تذكر فاضل باشا ولا تذكر شاهين، كما تحصي ما نهبه المرتزقة من أهالي العقال وتصفه وصفا عينيا، ولم تنسحب قصة الغارة من قصص الهمامية، فهي تشغلهم في موعد معلوم من كل عام. ليه بقى؟ ليه دايما القصة دي بتعود؟ يبدأ الحديث توقعا لما سيحدث، ثم يحمى غاره مع الأيام، ثم يتوهج ويتحول إلى معارك بالشوم. احنا كده في عز الصعيد، محدش ينتقد. معارك بالشوم تشج فيها الرؤوس وتسيل فيها الدماء وتكاد تقتل نزيفة، لولا أن يغلقوا أفواه الجراح بمسحوق البن أو بالتراب، فتلتئم فتهدأ، ثم تطيب النفوس إلى أن يفيض ماء النيل في الصيف التالي، حين يدنو موعد جني بلح النخيل فيعودون إلى حديث الغارة. بصوا غلاف القصة قدامكم أو الكتاب، نخيل وشوم وراجل صعيدي أسمر. يشهد المعاصرون نقلا عن المعاصرين بأن الشيخ أحمد من عائلة المشاهرة أولاد مشهور، وولد عبد الرحمن وآخرين كثيرين قد وقعوا أسرى في يد فاضل باشا ساري عسكر أفندينا خديو إسماعيل. ثم يدعي ورثة الشيخ أحمد من فروع إخوته أن فاضل باشا قد نصب الخوازيق أسفل مغارات المساخيط، وقد هم طبعا المساخيط هي المغارات اللي فيها آثار المصريين القدماء تماثيل، وقد هم بأن يرفع جدهم الشيخ أحمد على خازوق يفري أمعاءه. وكان ولد عبد الرحمن شابا فتيا ذا جرأة ووفاء، وكان قد تمكن من الهرب، ولكنه كمن قريبا
وراء صخرة في الجبل ينتظر أباه. فلما شاهده من علي أسيرا يهمون برفعه على الخازوق لم يهن علي أبوه، فهبط إلى الوادي وتقدم إلى فاضل باشا يقبل قدميه ويتوسل إليه ألا يحمله عذاب رؤية والده الشيخ التقي الولي يقتل أمام عينيه. وقال له: لقد كنت ناجيا فعدت لأفدي بحياتي من منحني الحياة. فأعجب به فاضل باشا، شوف لما أعجب يعمل إيه بقى، ورفعه قبل أبيه على خازوق يفريه. ينهار السود، ولكنه لم يقبل الفداء. لا لا، أنا هموتك أنت وأبوك، بس يلا عشان أنت جدع هموتك قبل أبوك. فلما مات أحمد على الخازوق ذاته بعد أن انتزع من أحشاء ولده، مات بغير وارث. هنا بقى أصل الخناقة، الابن مات الأول وبعدين الأب مات، فخلاص مين اللي يورث بقى؟ فآلت تركته التي ورثها عن أبي إلى إخوته شرعا. فيقول: ورثت عبد الرحمن ورثت الابن بقى. نعم، لقد كان عبد الرحمن شابا فتيا ذا جرأة ووفاء، فلم يهرب تاركا أباه الشيخ. وكان فاضل باشا يقتل الشباب من الأسرى قبل الأسرى من الشيوخ، لأن الشباب أشد خطرا. فلما هم بأن يرفع عبد الرحمن على الخازوق تقدم إليه والد الشيخ أحمد، الشيخ أحمد الوالد الكبير، تقدم إلى فاضل باشا المفتري وخاطبه والدمع يبلل لحيته البيضاء: يا سيدي لا تحملني عذاب رؤية فلدة كبدي يموت قبلي، فكأنك تقتلني مرتين. وإني لأعدك وأنا شيخ تقي بأنني إن سبقت ولدي إلى جوار الله سأدعو الله ألا يريك مكروها في ذريتك. يعني موتني الأول ولما أروح عند ربنا هقول ربنا يحافظ على أولادك. ففضل باشا بقى عمل إيه؟ فسأل فعلم أن دعوات الشيخ مجابة، فاستعجل دعاءه ورفعه أولا على الخازوق، موت الرجل الأول على الخازوق، حاجة في منتهى القسوة اللي في الدنيا. فلما مات فريا أو فريا آلت تركته إلى ولده عبد الرحمن. عبد الرحمن برضه رفع الخازوق بس بعد أبوه. فلما مات بعد والده آلت تركته إلى ولده محمود وزوجته الهاربة بطفلها. القصة دي بقى بتدور حوالين ورث 10 نخلات. ال10 نخلات دول أهل القرية اللي هم من نسل إخوات الشيخ أحمد، ولا أهل القرية اللي هم من نسل ابن الشيخ أحمد ولده عبد الرحمن. دي بقى اللي بتدور فيها المعارك وتأثيل فيها الدماء ويكسروا دماغ بعض بالشوم. قبل كل حاجة ده يدلكم على مستوى الفقر اللي كان موجود في هذه المنطقة في أوائل القرن العشرين، الوقت اللي بيحكي عليه الدكتور عصام الصيف الدولة. ويشارك كل حاضر في رواية ما جرى، ثم يتأوه شيخ منهم ويقول: لا يفض هذا الخلاف إلا الشيخ أحمد الطيب الذي شاهد المجزرة، اللي هو بقى الشيخ أحمد الطيب اللي هما كانوا بيؤمنوا بكراماته وبركاته، واللي علي باشا مبارك بوجهة نظره الخديوية إن الرجل ده كان فاسق وزق الناس دي على العصيان. حصل إيه بقى الشيخ أحمد الطيب في برضه في الحكاية الشعبية؟ شاهد المجزرة وهو مختبئ في مغارة المصاخيت البحرية، المغارة اللي فيها التماثيل القدماء في الجهة الشمالية، مر قطيف نوراني إليها فلم يره الجند المرابطون عند سلم الحجر الصاعد إليها، فلما تفقده الكفرة فافتقدوا ظنوا أنه مات وبعض الظن إثم، ولقد وعد الشيخ بأنه سيعود تاني، الحاكم بأمر الله اللي هيعود والمهدي المنتظر، وادي الشيخ أحمد الطيب وعد بأنه سيعود، سيعود إن شاء الله ولو بعد 1000 عام، إن أولياء الله لا يخلفون الميعاد. ويوصي بالتراضي على قسمة التركة مناصفة، تركة ال10 نخلات. فقد مات الشيخ أحمد وولد عبد الرحمن شهيدين في سبيل الله، والشهداء أحياء عند ربهم يرزقون. الشيخ بيقول لهم بقى خلاص اسموها مناصفة، فلا يقبل الطرفان ويناطح الشوم الرؤوس فيقبلون ويقتسمون ثمار 10 نخلات أو ما لا يزيد إلا قليلا. خلصت حلقة النهاردة، انتظروني في حلقة تانية من القرية، وبعدين نكمل هذه الرحلة العظيمة مع دكتور عصام الصيف الدولة. أرجوكم ما تنسوش وما تبخلوش بالاشتراك في القناة، وسلام يا أصدقائي.